صديقاتي أصدقائي الكرام، إيمانا مني بكل تواضع بشراسة معركة الدفاع عن عالمية الموسيقار فريد الأطرش. حقيقة بدي أعيدها دائما 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 إنه 72 حدث عالمي ارتبطوا باسم فريد الأطرش، من طوكيو في الشرق إلى نيويورك في الغرب، مرورا بأوروبا وأفريقيا والعالم العربي الشرق الأوسط. السؤال الكبير اللي بينطرح، هذه العالمية هناك من يحاول تشويهها، وهناك من يحاول القول إنه والله منظمة الفلانية سمت فلان الفلاني هو بامتياز عالمي في منطقة الشرق الأوسط. هي أيام موسيقار فريد الأطرش، ولكن هالأيام هايدي اللي عم يحاولوا يكتشفوا أشياء، ويحاولوا بكل أسف يحطوا نوع من ضر الرماد في العيون حتى تصبح كلمة العالمية واضحة، لأنه بس نكشف الحقيقة أمام قبل ما توقع يجب وضعه. نحن اليوم بتاريخ 8/9 سبتمبر، ب8/9 سبتمبر كثير مهم الكل يعرفه أنه الموسيقار فريد الأطرش لم تطلق عليه صفة العالمية لولا وجود قرائن وشواهد ودوكيمون ومستندات بين إيدينا، واللي أنا بقدمه هدية للكتاب، واللي مش عارف كيف الكتاب موجود، وإن شاء الله قريباً بصير على PDF تيصير في متناول كل إنسان يريد الحقيقة، لأن كل خبر عن عالمية فريد كان مقرون بكل هذه المستندات والوثائق في الزمان والمكان، وبالعلم ثم العلم ثم العلم. تأكيدا من جديد واقع على الأرض لعالمية فريد، السوبرانو الكندية إيزابيل باير كادريان، الذائعة الصيت على مستوى الكون، بتقدم بشكل سنوي، بتمنى هذه تكون واضحة وقاطعة وصريحة لتثبيت وتأكيد هذه العالمية اللي بيتفرد فيها فريد. كل سنة يمكن صرنا عايدين مرتين ثلاثة، بس بدي اياها من جديد اطرحها. كل عام إيزابيل باير كادريان السوبرانو الكندية واللي مغنية الأوبرا المشهورة في العالم أجمع، بتقدم سنويا رحلة في مجموعة من البلدان في الأوبرا، في دور الأوبرا الموجود بهالبلدان، ودائما بتقدم 17 تانجو لكبار الملحنين والمغنيين في العالم، وبتقدمهم إيزابيل بصوتها في هذه الدور للدول بترحلها. بالأرقام، وقبل ما ابتدي تقول لكم، إحدى التانجوهات 17 وبفخر وباعتزاز كانت لحبيب الملايين الموسيقار فريد الأطرش. أنا مش عبعتي عاطفي في واقع على الأرض، حرام على إنسان إطلاق أي كلمة على عواهنها بدون ما تكون مدعومة بالمستندات والوثائق. عم نحطها أمامكم كل محبة عشاق الفن الراقي، صديقاتي أصدقائي طيبين. الرحلة الأخيرة لإيزابيل باير كادريان، اختارت فيها 17 تانجو. مرات بتأخر تانجو من هون وتانجو من هون، ولكن بالمبدأ في ثوابت
يمكن تقدم 18 19 20، لكن هناك ثوابت للعدد اللي بده يتقدم ليمكن تطلع منهم 17 تانجو. نبتدي فيهم. تانجو الاول اللي بتقدمه لا كومبارسيتا للاوروغواياني هيرمان رودريغيز. وكل انسان يتابع التانجو لا يمكن الا ما يذكر لا كومبارسيتا، وهذه التانجو هيدا بتقدمه ايزابيل بحفلاتها مثل ما قلنا السنويه. اثنين، تانجو غيره او بالفرنسيه جالوزي للدنماركي جاكوب كاد، وهو وباعتراف نقاد الأوروبيين وخبراء الموسيقى الكلاسيكية بالذات والأوبرالية بالذات، عندهم غيرة تعتبر أعظم تانجو أوروبي حسب تصنيفهم كمتخصصين. ثلاثة، تانجو نوتيرنو. ولما نقول نوتيرنو دغري بيخطر عبالنا باخ، ولكن نوتيرنو اللي عم بتقدمه إيزابيل السوبرانو العظيمة هو ليهانز أوتو بوركمان. أربعة، بتقدم دايما أربع تانجوهات للأرجنتيني الأشهر من نار علم الملأ اسمه عالم التانجوهات في الكون، وهو بيازولا الأرجنتيني. خمسة، ثلاث تانجوهات، ثلاث قطع تانجو للأوروغوياني كارلوس كارديل، وهو أكبر مؤلفي التانجو في القرن العشرين. إذا معيدة أكبر مؤلفي التانجو في القرن العشرين، تأوصل للمفاجأة الضخمة لمعادة مفاجأة لأنه حطيتها بكتابي بال2015، مثل ما حطيت فريد الأطرش أعظم موسيقار أنتجته البشرية بلسان كلوديسيار. بتمنى هالشي نعرف جدا جدا جدا. نفس الشيء بكل محبة عم قولها وتوثيقا للأشياء حتى عدم منعنا للقفز فوق منها. المفاجأة الضخمة يا زهرة في خيالي اختيرت بينها الكبار، وهن مش أكبر من فريد أبدا، للموسيقار العالمي فريد الأطرش، لأنه فريد يمتاز ببعدين. البعد الأول تكريم منظمة اليونسكو للثقافة والفنون الدولية في باريس، الدعوة للعالم أجمع لتكريم فريد العربي وفرانك سيناترا الأمريكي وديت بياف الفرنسية بمناسبة مئويتهم الأولى، دعت العالم كله لتكريم هؤلاء الكبار، وبررت تكريمها لفريد الأطرش على الشكل التالي: حافظ على أصالة الموسيقى الشرقية بطريقة تستسيغها الأذن الغربية. هذا فخر كبير للعرب، وما رح استطرد أكثر، ولكن بدي خلي هذه الحلقة وهذا الفيديو يكون في متناول ملايين العالم حتى نثبت للدنيا كلها انه فريد عالمي ومتفرد بعالميته. يعطيكم الف عافية ان شاء الله يا رب. بتمنى من صميم قلبي انه تكون هذه الحلقة لاقت استحسانكم. يعطيكم الف عافية. شكرا جزيلا.